حيتش من الاحترام ديال السلطه ما قديش ندوي معاه انا هو. حكي لنا القصه، حكي لنا القصه. القصه سيدي كيجيو 139 ها 135 اللي على الافراغ. لا قبل من هذا الشيء كيفاش جا الحكم ديال الافراغ؟ بناء علاش على شنو؟ علاش بغاو يديروا الافراغ؟ كانوا شفعوا، كان خويا كاري هذا المحل واحد شويه شراه، فسميت مرت خويا شويه شفعوا هاد الناس حيت من حقهم تيتر واحد، فهمتي تيتر واحد. خويا صافي فرغ لهم، جا الافراغ قال لهم ها المحل ديالكم 135، هذاك الاخر راه 139 راه ديالو ديال الكوميرس. هادشي اللي عطى الله، هادشي اللي عطى. هذا المشكل هذا مع المفوض القضائي ولا كاين مع شي واحد يعني اللي ما نقدر نقول لك انا شنو كاين، المهم كاين شي ايرور تما ما عرفناش شنو هو، والله اعلم ما عرفناش اخويا. تما قانوني كيجي كنتسناو باش يجيو ياخذوا المحل ديالهم، ها هو 135 ما هربناش للقانون، داكشي اللي خرجوا القانون مرحبا، ولكن هذا الشيء راه ما فهمتش والله سيدي ما فهمت. يعني جا المفوض اليوم على هذا الاسئله باش يدفع خويا، كيدفع خويا الكبير، خويا الكبير كيدفع خويا الكبير. والله الا بقيتي محكوم ما قديتش اخويا، والله الا بقيتي فيه كيقول خويا كيدفع خويا نص مرات كيدفع خويا، ما قدرناش نمسو على السلطه تحترمنا وكيدفع خويا ما تقبلهاش كاع كل شيء كيفاش كيدفع وفي الصالح ديالو خويا غيديو لي ديالو رزقو وكنعيشو منو 139 انا باقا صغيره وخويا خدا الحال انا وليت عندي 50 عام وخويا هو عنده هذا المحل اليوم جا وقالوا لي خد هذاك 139 هي اللي هي اللي غنديو ها ما عرفناش حنا بغينا نعرفوا حنا بغينا نعرفوا هما عندهم محل حنا بغينا نعرفوا باغي ياخذوا ديالهم هذا ما بغاوش باغي ديالو عرفت كيفاش كيقول لي صح هذا المحل غيخوى هذا المحل هو اللي غيخوى ماشي ما دفعوا جوجهم واحد لابس كومبلي وكيدفع بخويا بحال كان البوليس حاضر للسلطات السلطة الله عمرها لو قات لي شي حاجة احنا كنباريو خويا لو قات لي شي حاجة هما مالي هما مالي حيت خويا اللي حقه خويا يديو لي حقه انا بارية من خويا لو قات لي شي حاجة هما هما انا نتابعهم وعدوا الشهود الناس راه مقيليزين لي الورقة فيها تقريبا ما عرفتش العدد شحال يعني ما شفتش بالضبط الناس كبار اللي عندو 60 عام 50 عام كلشي مسنين ومقيليزين على خويا عندو لك هاد النظرة تما بحال اللي بغيتي خويا 36 عام تما اذا خو معنا غنسمعوا نسمعوا الشهود هنا قد ما فات كتقول لنا فهمتي انت ما بقى قد ما فات دابا هذا المحل هذا 135 هذا 135 عطيوهم السوار ديالو راه ما باغيش كيمشي 39 ولكن علاش هما كيجيو لهذا دابا هذاك العون ديما كيمشي المحل ملاصق هذاك اللي عنده هو 141 المحكمة حكمت في هذا هو لا المحكمة حكمت 135 هذا هو هذاك هذا 139 هذا راه الحق هو هذا كيخليو 135 عاوتاني كيجي ل 39 كيجي ل 39 ديما كيجي ليه فهمتي ديما كيجي ليه هاد العون هذا كيما كيجي 39 135 راه هي 135 ها هي 137 ها 139 ما غادي تنقدوا هنا وانتوا هنا حتومه انت اللي كيدير به راه حتومه انا ما بقى الله لا عبده والحق هاد المحل كنعرفوه انا من 85 وانا كنعرفو هو تيدا النهار اللي بغى يشريه راك تحاضر ليه هذا الرقم هذا هذا الرقم هذا راه ما بقى ليا قد ما فات جاو لقاوهم تيصبغوهم وصبغوه جبنا وقيدوا وشافوهم كيصبغوه صوروهم كيصبغوهم هذاك الشيء علاش ناض خويا عاود كتبها جا العون تعيق عليه اللي نزع عليه هو اللي حداه هو اللي حداه وعنده ضريبه وعنده فيها الماء وعنده فيها الضوء ها هو عنده هو تاع كله ما عندوش حق في الافراغ المحل اللي منازع عليه هو 135 هو من اللي شرا هذا المحل بغى يزيدو هنا لاخر شفع حيت عندهم تيتر واحد عنده حق باش يشفع شفع حكمة ديال المحكمة باش يفرغ 135 هو كيجي 139 ما كيسميش كنقولوا له شنو غتفرغ قول لي نعر الرقم ما بغاش يسمي الرقم ما كيبغيش قال لك هذا المحل اش من رقم هو عنده وثيقة عنده اش من رقم وقول لي نعر الرقم اين رقم باش نعرفه باش نقولوا لك عندنا جوج محلات خويا عنده جوج عنده 35 وعنده 39 قول لينا اين رقم ما كيبغيش يقول لا هذا المحل غيخوى صح غيخوى هذا المحل وبهالطريقة صح راه شي حاجة خويا حنا كنعرفوه هذا السيد اللي كنعرفوه حيت خويا هادشي راه ما يقدرش عليه باش ديالك حقك 40 عام ويجي واحد ياخذوا لك ترى خويا شي حاجه حنا ما تنعرفوا حتى واحد
حنا العدل عطانا حقنا. هذا السيد ما بغاش السلام عليكم. السلام عليكم. انا متبع مع هذا الملف هذا بان الكويفه 135 تم الافراغ ديالو، ما بغاوش يشدوا السيروت. ثاني حاجه بان هذا عون قضائي اللي كيجي راه كيدير واحد الاستفزازات، يعني ضربوني ولا ديروا لي شي حاجه. كنشكروا الامن الوطني على التعامل ديالهم والحضاره ديال التعامل ديالهم مع المواطنين وحمايه المواطنين وحمايه حق المواطنين، لان القضاء قال الكلمه ديالو. كنشكروا القضاء، عطانا على 135 مرحبا، ولكن من يجي عون قضائي ويستفزك ويدخل لك 39 ويبدا يجرفك من المحل ديالك، هذا راه كيولي ظلم. يعني عندك ورقه، عندك 135 قلب 135 137 139، يعني راه الحمق يعرفها. تجيب واحد امي ما فاهمش تقول لها هذه، وما يمكنش 135 137 135، ما يمكنش. كيفاش هذه 135 وهذه 137 وهذه 135 عاود ثاني؟ لا ما كايناش. يعني عون قضائي خاصو يتخذ بعين الاعتبار من وزاره العدل بان هذا عون قضائي يجي ل 135 ويتم الافراغ ديالها. ما يبقاش يجي ل 139 راه كيستفز المواطن. وهذه الطريقه اللي كيدير راه ماشي ديال باش يتعامل مع المواطنين، الطريقه اللي كيتعامل بها راه شويه كضر المواطن. غريبه. قنعوا بان رجل الافراغ في 139، عطينا شي دليل، عطينا شي وثيقه عدليه. الوثيقه العدليه راه هي 135، راه هي مفروغه. 135 كنتو انتما غتقبلوا. واقسم بالله كان جا الحاكم القانون عند القاضي 139 تاك راه مشينا بحالنا. احنا ما غاديش نوقفوا ضد القضاء، القضاء يعلى ولا يعلى عليه، ولكن من كتجيب 135 ويجيك واحد الموظف اللي غيجيك 139، لا باش حكموا الناس الكبار الله يكثر خيرهم بالافراغ ديال 135. احنا مرحبا بالقضاء فرغنا، ولكن من كتجي 139 علاش كتقلب؟ جبنا وثيقه نخرجوا، خصني بها وزاره العدل بان الافراغ ديال 139 نخرجوا منها، ولكن ما ديرش الطريقه هذه ديال انت غتشد ورقه وتجي تطبقها على مواطن. المواطن راه ماشي اجي ودير، حنا راه رعايا صاحب الجلاله. لا ماشي واضح، حنا عندنا امير المؤمنين. علاش 139؟ 139 ما خصهاش تفرغ، 135 اللي خاصها تفرغ. قلت لك حنا خاصنا كيجي لهاد البلاصه هذه. علاش كيجي لهاد البلاصه بالضبط؟ انا عائلتي هذه راه من الصغر وانا هنا، انا ما كنحيدش من هنا. انا راه من اش نقول لك، باقي عندي 12 عام انا هنا. يعني حنا شوف، حنا اللي مهم عندنا هي الورقه العدليه. جات من وزاره العدل 135 يتم الافراغ ديالها، جات 139 يتم الافراغ ديالها، ولكن باش تجيب 135 وتطبقها على 39 بغينا نعرفوك شكون انت وشناهو اشناهي الطريقه هذه. احنا ما فهمناهاش، احنا بغينا توضيح من عند عون قضائي. يعني اللي كتخلي 35 تجي 39، ما هو الهدف؟ استفزاز المواطن باش يطيح باش شنو هو؟ احنا ما غنضربوش موظف ديال الدوله، كنحتارموه. قول لي نعم سيدي. هذا كاين 135 و137 و139. نعم سيدي. كاين 135 و137. 135 137 137 علاش ما كيجيوش لها؟ هذه ديال واحد اخر، يعني ماش دابا شوف 135 137 نفس العائله، 137 شي واحد اخر. اذا انا ما كنشوفوش على انه راه كاين شي حاجه، كاين شي ان كما ما عرفناش. احنا دابا احنا بغينا توضيح من هذا عون قضائي، عطينا شنو هو هذا 135 وعلاش كيجي في الحكم ديال الافراغ. بالضبط راه كل شيء في الاوراق، فهمتي؟ بالضبط. اها زيد مرحبا، زيد اخويا تفضل. ضريبه، كل شيء عنده وراقيه، كيخلص ضرائب، كيخلص الموضوع، كيخلص كل شيء، كل شيء. سميت الكويفه سي محمد. انت الحكم ديال الافراغ؟ راه جانا واحد قبل ومن ورا رمضان عنده. جانا واحد 35 ديال 35 ديال 35 هاد السنه هذه جا الافراغ الاول. ما شنو دار المفوض القضائي؟ واش ما بقاش كيشوف ال 35؟ جاو الناس اللي عبروا وشافوا المحلات وهذا عاد عرفوا بلا راه كاينين جوج محلات. الناس اللي كانوا كيحكموا ربما ما كانوش عارفين. كانوا صور لا ها السيده ديالها ديال هذه ديال هذا السنان. داروا الصباغه، راه صوبنا هذيك كلشي. عاد صوبوا الاخ ديالي هذيك باش ما يحيدوهاش بلامو. صحيح بعدا شويه قلت لك غير السؤال دابا 135 و139 يعني بجوجهم
الاسم ديال لا لا كل واحد سميتو 35 انا على المحل ديالك انا اللي خديت 135 شريته خديته 2007 الوقت اللي خديته نضوا هاد الناس شفعوا فيه ملي جا الافراغ جا الافراغ في اسم منادي توريو ومن معاها حيت كنت انايا واخده المحل وراجلي كان في كاري من عندها عام قبل في المحل اللي وراه يلا ديال 135 نعم الافراغ يعني جا عندك انت جا لك انت جا عندي انايا منادي توريو ومن معاها عطيناهم السواد في 2014 ما بغاوش ياخذوه جاو لهنايا هاد المحل ديال الراجلي اللي فيه فرونت كوميرس من 1987 باش واخد هاد الفون كوميرس هنايا هما باغيين الواجهه الله يعلم ما فهمناش هادشي اللي كيقلبوا عليه 135 اللي فيه النزاع هو هذا هاي من 2014 هذه محيده هذه 2014 راه محيده دارت يديها بحال وصورت وخدت صباغه وتصورت بها بحال هكا ايوا اكثر من الدلائل رسميه راه محل اه ماشي شي حاجه كنقولوا حنا كنهضروا راه اي حاجه بغيتوها دابا راه بالوثيقه الا كانت شي حاجه ماشي هي هذه الى دقيق الاخ ديالي كلشي ديالكم الاخ ديالي كان هنايا صوب لاكارت ديالو لاكارت ناسيونال حاله مدنيه وحاله مدنيه ها الوراق كاينين نوريهم لك دابا مصوبه على الرقم 139 راه فينا ورا شرف دابا هو اذا كما سمعتم مشاهدينا هاد القصه هذه النزاع يلا دابا الحكم مزيان الحكم مزيان ولكن كيجيو من العدل انا في 2014 من عند العون القضائي السيده خديجه مع سميتها هي دابا السيده شات عينك ها هي ها هي الارقام ديال وري فاش عمرت الصباغه لقات داكشي جديد وصورت يديها ها هي ها هي السيد دابا غيروا كاينه السميه ديالها وكاين كلشي بغيتو تستدعيوها وتدويو معاها ها هي حتى هي في المخزن هذه في السلطه معاكم في السلطه 2014 هي غتقول لكم الحقيقه ديال هذاك الشيء داروا 135 في الواجهه اللي فيها 139 داروها 135 ماشي شدوا هما كلشي ها هي هو كلشي كيبان مطبوع وكلشي العون هي اللي دايره هذه المعاينه ها هي في 2014 وثاني عاود رجع قبل رمضان في نفس الشيء نفس العون ثاني جا جاب 139 تندوي معانا تنقول لي انا اللي واخده هالمحل اللي فيه بيوت كيقول لي ماشي شغلك انت ماشي شغل هنا في الزنقه كتقول لي جيب لينا واثقه كدلي فيها 139 نخرجوا من غدا من دابا نعطوكم الصور ديالكم 135 ما بغاش يشوفوها هنا كيقول لنا غنفرغ هنا ما بغاش يسمي حتى السميه هذا المحل غادي تخرج والله حتى غادي تخرج منه عاد بانيت دابا جاب تيقول فيها عاد إذا مشاهدينا غادي نرجع لكم بث مباشر آخر حول هذه القضية هذه قضية غريبة صراحة.